سأتحدث في هذا الدرس عن قانون نيوتن الأول للحركة، وهو: "يبقى الجسم في حالة السكون أو في حركة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية غير متوازنة. سأوضح لكم المقصود، افترضوا أن هناك صخرة على الأرض كما هو واضح أمامكم. إذا لم تؤثر قوة ما على هذه الصخرة، فإنها ستبقى في مكانها. لكن ما المقصود بالقوة غير المتوازنة كما ورد في القانون؟ افترضوا أنكم تدفعون هذه الصخرة بقوة معينة من هذه الجهة، وهناك شخص آخر يدفعها من هذه الجهة بنفس مقدار القوة، لن تتحرك الصخرة في هذه الحالة، وستتحرك فقط إذا كانت القوة على إحدى الجهتين أكبر من الجهة الأخرى، وهذه هي القوة غير المتوازنة. خذوا مثالاً آخر، افترضوا أن لديكم مكعب جليد كبير هنا، ويقع هذا المكعب على أرض جليدية أيضاً، أي أن قوة الاحتكاك ستكون قليلة في هذه الحالة. الآن افترضوا أنكم تدفعون المكعب بقوة معينة من هذا الاتجاه، وشخص آخر يدفع من الجهة الأخرى بنفس مقدار القوة. لن يتحرك مكعب الجليد في هذه الحالة، لأن القوة متوازنة. يمكن أن تتغير وضعية مكعب الجليد هذا في حالة واحدة، وهي أن تكون القوة المؤثرة عليه غير متوازنة. أي، إذا زدتم القوة المؤثرة على المكعب من هذه الجهة، ستصبح أكبر من القوة المؤثرة من الجهة الأخرى، فيبدأ المكعب بالتسارع باتجاه القوة الأكبر. حسنا الجزء الاخر من القانون هو اذا كان هناك جسم في حركه ثابته او بمعنى اخر له سرعه متجهه ثابته فانه سيستمر بالحركه بهذه السرعه المتجهه الى الابد ما لم تؤثر عليه قوه غير متوازنه لكن ما نراه حولنا يتناقض مع ذلك اذا دفعتم مكعب الجليد هذا فانه سيتوقف في النهايه ولن يستمر في التحرك الى ما لا نهايه او اذا رميتم كره تنس بقوه فانها في النهايه ستتوقف عن الحركه اذن الجزء الثاني من هذا القانون غير بديهي اذ ان كل ما نراه حولنا يدل على عكس ذلك حيث اذا اردتم لشيء ان يستمر في الحركه عليكم الاستمرار بالتاثير بقوه عليه ساوضح لكم ما يحصل في حاله مكعب الجليد هذا يكون الاحتكاك قليلا جدا مع ذلك فهو يؤثر على حركه الجليد باتجاه معاكس لحركته ويكون هذا الاحتكاك على المستوى الذري اذ ان جزيئات الماء في هذه الحاله تكون ذات بنيه شعريه على هذا الشكل لذا يحتك السطحان ببعضهما البعض وتتولد بعض الحراره وتنتج قوه معاكسه لاتجاه حركه مكعب الجليد مما يؤدي الى توقفه في النهايه وبالاضافه الى قوه الاحتكاك هناك ايضا مقاومه الهواء التي تساعد على ايقاف حركه مكعب الجليد ونفس الامر يحصل للكره التي تقذف في الهواء فهي تتاثر بالجاذبيه الارضيه لذلك تهبط على الارض وعندما تصل الى الارض لا تستمر بالدحرجه الى الابد بسبب قوه الاحتكاك خصوصا اذا كانت الارض خشنه وعندما تكون في الهواء تنخفض سرعتها بسبب اصطدامها بجزيئات الهواء اذا قانون نيوتن يفترض انه لا يوجد هناك قوى مؤثره كالجاذبيه ومقاومه الهواء وفي هذه الحاله فقط تكون الحركه مستمره وانتهى الدرس